هيا يا أخي لا تتأخر عن الصلاة، أما أنا سأصلي مع أمي في البيت. عند صلاتي أستقبل القبلة، أكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، أضع يدي اليمنى على اليسرى على صدري، أقرأ دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أقرأ مما أحفظ من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أكبر وأركع وأقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. أرفع من الركوع وأقول سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. أكبر وأسجد وأقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. ربي اغفر لي. أعتدل قائلا الله أكبر، وأقول في الجلوس بين السجدتين ربي اغفر لي. الله أكبر. أكبر وأسجد وأقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أقوم للركعة الثانية قائلا الله أكبر، أقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أقرأ مما أحفظ من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
أكبر وأركع وأقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. أرفع من الركوع وأقول سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. أكبر وأسجد وأقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. ربي اغفر لي. أعتدل قائلا الله أكبر وأقول في الجلوس بين السجدتين ربي اغفر لي. الله أكبر. أكبر وأسجد وأقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. أعتدل قائلا الله أكبر. أجلس للتشهد الأول وأقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد قراءتي للتشهد الأول أقوم للركعة الثالثة. الله أكبر. أفعل في بقية صلاتي مثل ما فعلت في الركعتين السابقتين ولكن أقرأ الفاتحة فقط. أقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. أكبر وأركع وأقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. أرفع من الركوع وأقول سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. أكبر وأسجد وأقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. ربي اغفر لي. أعتدل قائلا الله أكبر وأقول في الجلوس بين السجدتين ربي اغفر لي. الله أكبر. أكبر وأسجد وأقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. أقوم للركعة قائلا الله أكبر. أقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أكبر وأركع وأقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أرفع من الركوع وأقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر أكبر وأسجد وأقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي أعتدل قائلا الله أكبر وأقول في الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي الله أكبر أكبر وأسجد وأقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أعتدل قائلا الله أكبر في آخر صلاتي أجلس للتشهد وأقرأ التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أسلم عن يميني قائلا السلام عليكم ورحمة الله وكذلك عن يساري قائلا السلام عليكم ورحمة الله